السلام عليكم، معكم دكتور ايمن محي الدين طبيبة اسنان. الفيديو تاع اليوم راح نتكلموا فيها على علاجات الاسنان خلال شهر رمضان الكريم. بزاف ناس دايرين في بالهم باللي علاجات الاسنان خلال شهر رمضان قادرة تفطرهم. اولا حقنة البنج يعني الانستيزي خلال شهر رمضان لا تفطر. ثانيا قلع الاسنان خلال شهر رمضان لا يفطر، بالطبع مع تحفظ على عدم البلع. ثالثا علاجات الاسنان، مختلف علاجات الاسنان ماشي رايحه تفطر. رابعا اذا كان طبيب الاسنان مدلك حقنه تاع الانتيبيوتيك يعني المضادات الحيويه ولا حقنه تاع مضادات الالتهاب، هذه الحقن لا تفطر. الحقن اللي تفطر هي الحقن التي تاخذ مثابه الغذاء مثل لو سيروم، يعني لي بيرفوزيون تاع لو سيروم ولا تاع لو فير. خامسا تنظيف الاسنان بمعجون الاسنان خلال شهر رمضان لا يفطر. فوالا، صحه رمضانكم، اي ا تري بيانتو ان شاء الله.